ومنصبح عليكم مع يوم جديد، صباح بالأمل والتفاؤل يا رب العالمين لحضراتكم بمنتهى الرضا يا رب العالمين، وده أكبر كنز بندور عليه في هذه الأيام. صباحكم خير إن شاء الله على شاشة القناة الثانية التلفزيون المصري. الحقيقة النهاردة عندنا فقرات إن شاء الله تعجب مع حضراتكم، وأعتقد كمان لدينا بعض الأخبار هتهمكم من خلال الجولة الإخبارية وفقرة الرياضة، وعندنا أخبار إن شاء الله تفيد حضراتكم من خلال مداخلاتنا كمان. عايزين نقول فعلا الكلمة اللي قالتها هذه المطربة بصوتها الجميل، يعني مفيش أبدا نقدر نقول كلمة مفيش فايدة، لا، لأن بكرة فعلا شايلك الأفضل، وده بيخلينا عندنا طاقة، طاقة كلها حيوية، كلها تحديات، كلها وعي وثقافة، وده هو الشباب أو دول الفئة، لأنها بتعد فئة الشباب من أهم الفئات على مستوى المجتمع المصري الحقيقة، أو على مستوى أي دولة في العالم، وبالتالي إن هم بيصنعوا المستقبل وكمان بيصنعوا الحاضر، الحاضر المستقبل معا. عشان كده بقول ان القيادة السياسية اثبتت نجاحها بالفعل منذ اهتمامها ومنذ ما وضعت بنصب عيونها الحقيقة هذا الامر، لان شبابنا هم العصب الرئيسي والاساسي في هذا التغيير، في هذه الجمهورية الجديدة، لهم قدرات، لهم مهارات لابد ان احنا ننميها، وبالتالي القيادة السياسية بفكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجوده في كل يعني منتدى على مستوى طبعا المحلي ومن خلال القاهرة وأيضا على مستوى العالم نشاط غير طبيعي، وبالتالي هذا الدعم لم يكن فقط بالقول ولكن أيضا بالعمل، تم تأهيلهم، تم محاورتهم، تم أيضا دعمهم ماديا ومعنويا ونفسيا، وشفنا الكثير من خلال منتديات العالم الحقيقة اللي احنا شفناها على مستوى السنوات الماضية كلها. شبابنا أصبحوا جاهزين لتقلد المناصب، أصبحوا جاهزين للقيادة الرشيدة والأساسية، وهي نقطة أساسية إن هو يثق في نفسه، والقيادة السياسية اشتغلت على هذا الأمر، ويحسب مرة أخرى لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأمر. ده 12 أغسطس أيضا بجانب احتفائنا بيوم العالمي للشباب، أيضا بتحل ذكرى فنان الحقيقة كان بيحترم عمله جدا، كان مميز جدا، ممثل ونقدر نقول كمان مخرج وأكاديمي، هذا الفنان الأكاديمي المحترم اللي احنا بنذكره دائما بالخير من خلال أعماله، وهو الفنان الراحل سناء شافع. سناء شافع رحل عنا 12 أغسطس 2020، وهذا ما نعلم جميعا لديه من خلال هذه الرحلة المميزة لهذا الفنان. الحقيقة تخرج من المعهد العالي للفنون 1972، ثم تم تعيينه بالمسرح القومي. نأتي لعام 1974 حتى عام 1975 تم تعيينه مدير لمسرح الطليعة. نأتي لعمل هام جدا وهو من المسرحيات العالمية دونكيشوت، من المسرحيات العالمية اللي كانت صعبة جدا في التنفيذ. في عام 1975 قام بإخراج هذه المسرحية العالمية برؤيته الخاصة. نجد أيضا أنه هو وصل حتى عمل مدرسا بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977. بنجد أيضا وصل لقمة هذه المناصب القيادية حتى عين عميدا للمعهد، معهد الفنون المسرحية، منذ عام 1987 حتى عام 1995. الحقيقة الفنان سناء شافع دايما كان ليه بصمة خاصة جدا في الأداء، سواء المسرحي أو حتى التلفزيوني أو حتى السينمائي. من أهم هذه الأدوار اللي بنلاقيه دايما كان مميز فيه دور رؤوف في حتى لا يطير الدخان، هذا الفيلم اللي كان بالفعل حاز على يعني إعجاب الكثير من المشاهدين والمتلقيين، واللي بيشاهدوا بالفعل هذه الأدوار هي دور رؤوف كان محوري أيضا من خلال حتى لا يطير الدخان. وبنجده أيضا في الفيلم التلفزيوني فوزية البرجوازية، أيضا قدم شخصية إبراهيم. لم يكتفي فقط، احنا بنقول أعمال مسرحية كثيرة، وأيضا من خلال المسلسلات التلفزيونية أيضا كان ليه بصمة كثيرة غير الأفلام السينمائية اللي شفناه، كثيرا بيقدم لمحة أو شكل مختلف من الشخصيات. أما بالنسبة للدراما التلفزيونية بنلاقي أنه قدم في إذني بركات وحضرة المتهم أبي. رحلة سريعة جدا ومختصرة جدا لهذا الفنان الحقيقة والممثل الخاص الذي كان له
بصمة خاصة. يمكن هذا الفنان مثيل الفنانين اللي عملوا بالفعل بالمسرح القومي، لديهم مهارات، لديهم موهبة، وفعلا أثبتوا بالفعل بصمتهم في هذه الرحلة الطويلة من الفن، ولكن ليس فقط كتمثيل أو كأداء، لكن أيضا مخرج مميز وبالتالي أكاديمي، حتى وصل لعمادة هذا المعهد، معهد العالي للفنون المسرحية. نخرج لفاصل مشاهدينا، نلتقي من خلال هذا الفاصل بتقرير الرياضة. تعالوا نشوف قد إيه الرياضة مهمة لحياتنا وفي حياتنا، واللي ما يعملش رياضة يوميا أكيد بيخسر صحته يوم عن يوم، ولو بالبسيط ولو حتى برياضة المشي أو الركض الخفيف. تعالوا ندخل على جولة سريعة لأهم عناوين الأخبار النهاردة، الحقيقة أخبار السبت 12 أغسطس 2023. نبدأ باليوم السابع وأولى هذه الأخبار: حياة كريمة، إنجازات مستمرة للمبادرة الرئاسية في البحيرة. من الوطن أيضا: الصحة، إجمالي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تجاوز 1.5 مليون مواطن. من الشروق أيضا من خلال وزارة الصحة: وزير الصحة حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 18 مليون خدمة مجانية. من اليوم السابع نقف عند هذا الخبر، في ناس كتير كانت بتسأل عن هذه الظاهرة الفلكية الهامة جدا اللي ما بتحدث إلا نادرا جدا، وهنتكلم عن هذه الظاهرة بشكل خاص جدا. زخت شهب البرشويات بتمطر السماء ب60 شهابا في الساعة. وتفاصيل هذا الخبر: شهدت الكرة الأرضية ليلة 12 من أغسطس زخت شهب البرشويات، وهي أفضل زخات الشهب السنوية، والتي ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم، حتى يصل العدد ل60 شهاب في الساعة عند الذروة. يا ترى أهمية هذه الظاهرة إيه؟ وليه يعني هواة الفلك بالفعل مهتمين بهذا الأمر؟ معنا على الهاتف للحديث عن هذه الظاهرة الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. طبعا نرحب بحضرتك معنا دكتور أشرف. مع حضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. بنصبح عليك بكل الخير يا فندم. صباح الخير. يمكن هذه الظاهرة في ناس كتير ما تعرفش حاجة عنها، ولكن كانت ملفتة للنظر، وماذا عن أهميتها؟ حضرتك، زخات الشهب بتبقى من الظواهر الملفتة للنظر لأي حد، سواء إذا كان هاوي فلك أو غير هاوي للفلك. طبعا. بتبقى عبارة عن زي الألعاب النارية في السماء، ودي بتبقى صخور طبيعية بتنزل في الغلاف الجوي فبتحترق، فبتعمل المنظر اللي احنا بنشوفه ده. فعلا زي الألعاب النارية، لما بنقول 60 شهاب في الساعة أعتقد منظر يعني ملحوظ فعلا وملفت للنظر. هي ممكن توصل لغايه 100 كمان، يعني هي البرشويات بتوصل من 60 ل100، والذروه بتاعتها بتبقى من يوم 7 ليوم 13 اغسطس، وممكن تشوفها كمان لغايه يوم 23 اغسطس. هو كل قد ايه هذه الظاهره؟ من 7 ل 13. كل قد ايه هذه الظاهره بتتم؟ في حضرتك هم في ظاهرتين كبار في الشهب، في شهب عندنا كتير طوال السنه خات مثلا، لكن الاثنين الكبار اللي هي البرشويات اللي هي من 12/7 لغايه 23 اغسطس، بس الذروه من 7 ل 13 من 12 يوليو لغايه 23 اغسطس، والذروه من 7 ل 13 اغسطس. في زخه ثانيه قريبه منها بس هتبقى ليله 13 و14 12 او ديسمبر، دي اسمها زخه شهب التوأميات، ودي بتوصل ل 120 شهاب في الساعه. يعني الشهاب بقى ما بيطلعش لوحده، بيطلع معاه شهاب ثاني فتبقى توأم، ولا ايه الشكل؟ لا، هي حضرتك بتبقى فكره ان الارض بتمشي مكان مذنب اثناء دورانها حوالين الشمس، بتمر بمكان مذنب مر في المكان ده قبل كده. طبعا. فطبعا المذنب لما بيمر في المكان ده بيطرق ما يسمى بالصخور. أيوة. السماويه. الصخور دي الارض بتجذبها اثناء مرورها، عشان كده بتحصل كل سنه في نفس الميعاد، لان طبعا دوران الارض حوالين الشمس. أيوة. مسار ثابت. فلما بتعدي فيه كل سنه بتجذب بقايا الصخور اللي موجوده. بقايا الصخور دي بتنزل في الغلاف الجوي اللي بيتحرق منها معظمها.
اللي بيفضل منها حاجات بسيطه ممكن جزء منها ينزل على الارض بنسميه بعد كده نيزك. فالنيزك هو بقايا الشهاب اللي بيتحرق في السمك. اشكرك الحقيقه على هذه المعلومات الحقيقه، وكويس ان حضرتك قلت لي انها مرتين في السنه، فيعني اللي عايز يصور هذه الامور وهاوي تصوير مثل هذه الظواهر الطبيعيه الكونيه اكيد هتبقى مناظر جميله وذكرى رائعه. دكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه، الشكر الجزيل لحضرتك. أعتقد أن احنا نكمل هذه الجولة، وبنجد أن هذه الأخبار الحقيقة لما بنلاقي ليها تفسير بنبقى سعداء بهذه الثقافة اللي بنحاول احنا نفسنا حتى واحنا بنقدم هذه البرامج بنبقى احنا ملمين بهذه الثقافة وهذه الظواهر الفلكية التي قد تبدو نادرة ولكن واضح أن هي ليها سيستم أو ليها جدول خاص سبحان الله. نأتي لخبر من هذه الأخبار من خلال هذه الجولة من اليوم السابع، المشروعات الخضراء إنجازات مصرية كبرى في محافظات مصر. أيضا من اليوم السابع بنقرأ هذا الخبر، علماء يكتشفون الفيتامينات الموجودة في البروكلي والتي تحافظ على الرئة وتقي من الربو. تفاصيل هذا الخبر، اكتشف العلماء أن الفيتامينات الوفيرة في البروكلي تحافظ على صحة رئتيك وتقي من الربو، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين كي من دمائهم الناس عرضة للإصابة بانخفاض وظائف الرئة. يقول العلماء أيضا في كوبنهاجن إن الخضروات الورقية، خلي بالنا مش البروكلي فقط يا جماعة، يمكن أن تساعد في علاج الربو والصفير طبعا اللي بيحصل أثناء هذه الفترة اللي بتبقى فيه حساسية على الصدر، وبالتالي هذه الخضروات الورقية بتساعد على العلاج، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. استكمالا لهذه المجموعة من الأخبار، الجارديان بتبرز تغطية مصر تستطيع لتفاصيل اكتشاف حفرية حوت توتستست. وطبعا نقول تفاصيل هذا الخبر لحضراتكم، احتفت الصحافة العالمية بإعلان فريق بحثي بقيادة علماء مصريين بجامعة المنصورة من تسجيل اكتشاف جديد لجنس ونوع من أسلاف الحيتان المنقرضة والتي جاءت للمياه المصرية قبل نحو 41 مليون سنة. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن علماء الحفريات في مصر اكتشفوا حوتا عاش قبل حوالي 41 مليون عام، وقالوا إنه ربما عاش حياة قصيرة وسريعة بعد كل هذه السنوات الحقيقة. يمكن دايما حضراتكم وإحنا كلنا كل يوم بنهتم بالأرصاد ودايما بندور في المحطات التلفزيونية وعلى الشاشات وفي كل على مواقع النت عايزين نعرف درجات الحرارة وأهمية هذه الدرجات قد إيه بتبقى مهمة لينا، علشان يعني نقول اليوم كله بقى هيعتمد عليه، هنقعد فين، هنروح فين، وحتى كمان هذه الأمور بالنسبة لينا بتبقى هامة جدا. حتى كمان يعني في ناس كتير أنا بشوف بعض الظواهر أو بعض السلوكيات بدأنا ناخد ازايز المايه معانا واحنا ماشيين في الشارع، وده شيء مهم قوي. لبس الكابات برضو في للنساء والاطفال والرجال الكل الحقيقه بدا كده بقينا نشوف شكل مختلف. انا يعني بفتكر زي كوفيد 19 كنا ماشيين بالكمامات، عندنا ثقافه عاليه جدا وكل ده للحفاظ على الصحه، وبالتالي درجات الحراره كانت مهمه جدا لينا ان احنا يعني ناخد فكره عنها. بالنسبه لدرجات الحراره اليوم السبت النهارده طبعا بالقاهره 34، وعايزين نقول درجات الحرارة في منها المحسوس. نأتي بالتأكيد عن هذه الدرجات، القاهرة العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة، أما الصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، أما عن أسوان العظمى 41 والصغرى 29. دي كانت جولتنا الإخبارية في مقدمة هذه الحلقة، كل فقراتنا إن شاء الله وهذه الأخبار تكون عجبت حضراتكم وتواصلتم معنا من خلال كل هذه المعلومات.